الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم ومع حلقات المراهقة التي آمل من رب العالمين أن تكون في ميزان حسنات الجميع مستمعين ومحدثين. أيما كنا وأيما كان مكاننا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون جمعنا هذا جمعا إن شاء الله مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إحنا اتفقنا في الحلقات الماضية أن إحنا بنتكلم على قضية المراهقة، وبنتكلم على التغيرات التي تحدث أثناء فترة المراهقة. ولعلي في الثلاث حلقات اللي فاتوا اللي ابتديت فيهم الموضوع كنت بربط قوي أحداث حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات وسمات قد تكون مشابهة قوي للفترة اللي بنمر بيها وبيمر بيها شبابنا، اللي هو من الأعمار السنية من 12 ل 18 أو 19. وبدا لينا من خلال الحلقات الثلاثة قد إيه كان العناد موجود، وقد إيه كان الاعتداد بالرأي موجود، وقد إيه كان التصرفات بتاعة الشباب في بعض أوقات فيها قدر من التهور، وبعض الأوقات كان فيها لون من ألوان إن يبقى أنا شريط مخالف. لكن كان فيها ميزة من الميزات، إنهم بيؤمنوا، وما بيؤمنوا بشيء بيتمسكوا به تمسك شديد، سواء كان التمسك ده في شيء كويس أو شيء سلبي. واستعرضنا معاكم بعض المتغيرات وبعض المواقف، واتفقنا اتفاقية أساسية في كل الحلقات الماضية، وحنتفق معاكم في الحلقة دي كمان إن إحنا لابد من الحفاظ على العلاقة بيننا وبين أبنائنا في فترة المراهقة لا تنقطع أبداً. ما اسمعش ان اب ما بيكلمش ابنه بقاله فترة، ما اسمعش ان ام ما بتكلمش بنتها بقالها فترة، ما اسمعش ان علاقة الاب بابنه سيئة بقالها فترة، ما اسمعش ان الابن ما يقدرش يصارح باباه باخطائه قبل ما يصارح بابا بانجازاته. ما ينفعش بنتي تبقى الاقرب ليها صديقتها، ما ينفعش الاقرب لابنك اصدقائه. من هنا بيحصل الخلل، ومن هنا بتحصل المشكلة، ومن هنا بيبان مشاكل كتيرة جدا في الفترة دي. وبعد كده بنقول هو الولاد حصل لهم ايه، وشمعنا الولاد بيحصل لهم كده. فترة المراهقة فترة صعبة، محتاجة نوع من انواع الحزم واللين، محتاجة نوع من انواع السياسة في التعامل، محتاجة ان احنا نرخي الحبل حبتين ونوجه من بعيد. محتاجة مني ان انا اغير اسلوبي وطريقتي وتعاملاتي اللي كنت بتعامل بيها مع ابني الصغير اللي كان عنده 7 أو 8 سنوات. المرحلة دي مش مرحلة اؤمر فاطاع، المرحلة دي مش مرحلة من نظرة العين ابني هيعرف اذا كنت عاوز ايه، المرحلة دي مش مرحلة ان احنا طفولة، دي مرحلة لخبطة بسميها دايما إعادة ترتيب البيت. دايما في الإعادة إفادة. مسألة المراهقة هصفها تاني الوصف اللي بحب أوصفه دايما. إحنا عادة أما بنيجي نحكم على أولادنا في المرحلة السنية بتاعت المراهقة بتبقى أحكامنا نهائية، ابني ده فاشل، ابني ده مستهتر، ابني ده مهمل، ابني ده ما عندوش أهداف، ابني ده كسول، ابني ده مش نافع في حاجة، ابني ده عنده أصدقائه في كل شيء، ابني ده كذا. لكن ما بننتظرش، ما بنصبرش لحد ما ابني يستوي في فترة المراهقة ويبان بعد كده حينوصل لإيه في القضية. فترة المراهقة دي فترة غريبة شوية، لكن لو فهمناها هنستوعبها قوي. بسميها دايما ولادة جديدة، وبسميها على المستوى النفسي يعني، وبسميها دايما إعادة ترتيب البيت من جديد. الجماعة الأولاد في السن ده بيبتدوا يفكروا في كل حاجة كانوا بيعملوها زمان،
وكانوا بيتأمروا انهم يعملوها، بيفكروا في كل حاجة بابا وماما قالوا لهم عليها، وبيبتدوا يفكروا من جديد ده صح ولا غلط، اعمل ولا ما اعملش، اعمل باقتناع ولا اعمل وخلاص والسلام. ومن هنا بتحصل المشكلة. الاولاد في الفترة دي كمان بيحبوا يعتمدوا على نفسهم شوية، فبيحبوا يبقى عندهم خصوصية شوية. ماما وبابا رافضين الخصوصية ورافضين الاستقلالية. ليه؟ لان ابني ممكن يعمل اي حاجة، المجتمع سلبي، ممكن يعمل اي حاجة سلبية، لازم اعرف كل صغيرة وكبيرة على ابني. مرحلة المراهقة بالذات مرحلة اعادة ترتيب البيت. الولد بيبتدي يرتب نفسه حتة حتة، فترة فترة، خلق خلق، سلوك سلوك. انا مش ممكن اقدر احكم على ابني النهاردة، لان بعد 6 أشهر ممكن يكون مختلف تماما عن الفترة اللي قبلها. بشبهها بطريقة تانية. انتوا عارفين عيبنا، اكبر عيوبنا ايه؟ ان احنا لو بصينا لحاجة بتبقى عينينا نقادة. يعني وانا بقدم البرنامج هتلاقي النقد قبل الثناء، وهتلاقي دايما بنبص للعيوب اكتر من الايجابيات، وبنحاول دايما نبرز السلبيات اكتر من الايجابيات. دي طبيعة بشرية للأسف احنا تعودنا عليها. عشان كده اولادنا في السن ده ما ينفعش نعمل معهم كده، ما ينفعش انقدهم باستمرار، ما ينفعش اقول لهم دايما عيوبكم كذا، ما ينفعش اطلع القطط الفاطسة فيهم، ما ينفعش اقول السلبيات وبس. لازم اديهم وضعهم، واديهم مساحة الوقت اللي بيبنوا فيه نفسهم، واديهم مساحة الوقت اللي بيتربوا فيه وبيكبروا، وانا حواليهم بشاور لهم وبوجههم وبتفاوض معاهم واعمل معاهم سياسة النفس الطويل. عيبنا ان سياستنا نفسنا مش طويل. عيبنا ومن اكبر عيوبنا ان نفسنا دايما بيتقطع بسرعة. المراهقة عاملة كالآتي. شخصية الولد بيبقى فيها حاجات كتيرة جدا عاوزة تترتب، زي بالظبط ما الست بتخش عشان ترتب بيتها، فيوم ما تيجي ترتب بتبتدي أوضة أوضة، ما بتبتديش مرة واحدة، لأنها لو ابتدت مرة واحدة الدنيا هتبقى متلخبطة ومش هتوصل لحل سريع. أما بتبتدي تبطب أوضة أوضة، يوم ما أخش قبل ما التوضيب ينتهي بتاع البيت لازم عيني تقع على المترتب قبل ما تقع على الغير مترتب. لازم أقول الإيجابيات أكتر مني سلبيات. لو الزوج دخل والزوجة رتبت أوضة النوم ويدوبك الحمام، لكن الصالة وأوضة الجلوس والمطبخ والطرقة ما تساوتش، تخيلوا أنا داخل إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه المطبخ مش مترتب والصالة مش مترتبة وأوضة الجلوس مش مترتبة والطرقة مش مترتبة؟ يا سيدي طب ارتاح شوية في أوضة النوم، او ارتاح وخش الحمام خد دش لحد ما نخلص اللي ورانا. عيبنا ان احنا دايما ما بننتظرش لحد ما ولادنا يكبروا عشان نقدر نقيمهم. دايما حكمنا حكم نهائي وبيبقى في ذهننا، فاشل يبقى فاشل، غبي يبقى غبي، مش نافع يبقى مش نافع. عشان كده بقول لكم المرحلة دي مرحلة طويلة المدى، محتاجة نوع من أنواع التعامل طويل النفس مع العمر السن ده، وناخدهم بالراحة ونتكلم معاهم ونتناقش معاهم، ومش لازم ننجح، لكن لازم دي السياسة العامة اللي بنستخدمها في التعامل مع العمر السن اللي موجود ده. ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال وبأي صورة من الصور إن إحنا ما يبقاش بيننا وبين أولادنا نقاش في العمر السني ده.
احنا اما اتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتت كنا بنتكلم في التغيرات اللي بتحصل للمراهقين في السن ده، هستكمل معاكم كمان ايه التغيرات اللي بتحصل ليهم في السن ده. من اكتر الملاحظات اللي الامهات والاباء بيقولوها ان اولادنا اصبحوا اكثر ذكاء، اكثر خداعا، اكثر قدرة على انهم يستروا نفسهم بعيد عننا، لدرجة ان في كتير من الاباء والامهات اما يوصل لهم بعض الاخبار عن اولادهم بيفتحوا بقهم، ابني عمل كده، بنتي بتتصرف التصرف ده، وكأن الاولاد اصبحوا اكثر ذكاء وما بقيناش نعرف نجاريهم في ذكائهم، وما بنقدرش نجاريهم في سلوكياتهم وفي اسلوبهم المتبع في العمر السني ده. وده متغير من المتغيرات اللي لازم ناخد بالنا منه ونستوعبه ونلاحظ انه متغير طبيعي موجود. ازاي اقدر احجم الذكاء ده انه يروح للسلبيات؟ لازم العلاقة بيني وبين اولادي تبقى صريحة واضحة، الاسرار مفيش، ابني يبقى عنده القدرة ان يجي يقول لي انا عملت كذا وصدري متسع. بفكركوا دايما بعلاقتنا مع الله، علاقة غريبة لكنها متميزة، علاقة عبد بإله. وبالرغم ان احنا بنغلط كتير، لكن اما بنرجع لربنا وهو شايفنا واحنا بنغلط، واحنا عادة اما بنغلط بيبقى هو شايفنا وعارفين انه شايفنا، وبالرغم من كده بنقول احنا راجعين لك اغفر لنا. ربنا بيبيض الصفحة وبيغفر لنا. مهما وصل المشاكل ومهما وصلت عيوبنا في علاقتنا مع الله، دايما الصفحة بتاعتنا صفحة بيضة طالما رجعت لي. ليه ما بنتعاملش مع أولادنا بنفس المنطلق من الرحمة والرأفة، وما بنحكمش على أولادنا الأحكام النهائية السلبية اللي دايما بنحكم بيها علينا؟ ليه ما نستمدش من علاقتنا مع الله علاقتنا مع أولادنا ونسامحهم ونعدلهم، وفي نفس الوقت في ثواب وعقاب، في نظام مقايضة، في نظام، بس في نفس الوقت بعاقب وابني في حضني، بعاقب وانا بطبطب على ابني، بعاقب وعلاقتي بيه متصلة. من اجمل ما اتذكره في فتح خيبر موقف صحابي من الصحابة. تحريم الخمر تم سنة 6 هجرية، وخيبر كانت 7 هجرية. ما بين التحريم وما بين فتح خيبر سنة كاملة، 12 شهر. وكان معروف ان العرب بالنسبة لهم الخمر حاجة يعني اساسية، وكانوا بيطلقوا ابيات شعر في وصف الخمر، ويعني حاجة كتير. اليهود اما بدأ حصن ناعم يسقط في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، فضوا الحصن كله وما سابوش غير الخمور. عسى ان صحابي من الصحابة يشرب، وفعلا صحابي اشتهر باسم عبد الله الخمار، مش لانه خمار، لانه وقع في هذا الامر، شرب فخرج على الجيش، فوجدوا حالته في حالة من السكر، سابوه لحد ما فاق، وقعوا عليه الجلد 40 جلدة، وبعد ما وقعوا 40 جلدة كله قام، وقاعدين متحلقين حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، وده قام تعبان منهك من الضرب، فبيبص فما وجدش غير مكان جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ يخترق الصفوف
هو كان شارب ايه؟ شارب خمر وعمل كبيرة وتعاقب عليها. المفروض في حكمنا احنا يدارى بقى، يستخبى، يتكسف، يعني يستحي، يتكسف على دمه، يعني يبقى ورا مستخبي. لا، ده اخترق الصفوف وجاي يقعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ما عجبوش الوضع، وكأنه عاوز يقول له يا اخي استحي، ده انت لسه شارب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم رد جميل، رد كده يعني بجد. ألم تضربوه؟ ألم تأخذوا حقكم منه؟ انتوا مش عاقبتوه خلاص؟ انسوا بقى، انسوا انه غلط، انسوا انه هو لخبط، انسوا انه عمل بلاوي، وابتدوا صفحة جديدة مع اولادكم. دايما الشكوى المريرة للاولاد بصراحة ضايقين، ماما خنيقة، ماما كل لما نتخانق ونعمل غلط تقول لك يلي عملت كذا وسويت كذا وعملت كذا، وناسي اللي عملته في الحتة الفلانية، وناسي اما جرستنا في نعرفش ايه، وناسي اما عملت كذا حاجة تخنق. انسوا، خلوا ذاكرتكم دايما للاشياء الايجابية بالنسبة لاولادكم عشان العلاقة تبقى احسن. لو بتعامل مع شخص، انا شخصيا كل ما بيشوفني بيفكرني بشيء سلبي او بيقول لي شيء سلبي او بينتقدني او بيفكرني بغلطة، تأكد ان انا مش هحب اشوفه، مش هحب اجتمع معاه، مش هحب اعمل علاقة معاه. كذلك اولادنا محتاجين علاقة قوية. يبقى لو سمحتم عاقبتم وغلط وسمحتم بعد ما عاقبتم، انسوا اللي حصل عشان تديهم فرصة انهم يبتدوا بداية جديدة، في بداية احسن، في وضع افضل، عشان العلاقة دايما تستمر من افضل الى افضل. دي النقطة الاولانية، الذكاء بيزداد، وعشان كده بيداروا حاجات، عشان بابا وماما مش بيحبوا الصاحب الفلاني فبداري عليهم ان انا بقابله، يعني بابا وماما بيحبونيش اسمع حاجة، معرفش بسمع كده بذكاء، وهكذا. النقطة التانية اللي بنأكد عليها واحنا بنتعامل مع اولادنا، وده مش متغير من المتغيرات، لو عاقبناهم خلاص ابتسم في وشه بقى. في ناس عندهم حاجة عجيبة جدا، اني عاقبت ابني اكشر. انت مش لسه غلطان؟ انت مش لسه عامل؟ خلاص افرد وشك بقى، ابتسم، اضحك، هزر. غلط، مش لسه ضربته؟ مش لسه خنقته؟ مش لسه عملته؟ ليه بتكشر؟ خلاص عديها، ربنا يعدي لك حاجات كتيرة، ويمررنا على الصراط مروط الريح، يعني او كالبرق يا رب يوم القيامة. النقطة التانية بقى من الحاجات اللي بتتغير في اولادنا قوي، ودي حاجة بيشترك فيها الأولاد جميعا، إن بيبتدي الأولاد من أولى إعدادي أصدقائهم وصحابهم بيبقى تأثيرهم عليهم كبير، لدرجة إن ولد من الأولاد ممكن يقول لباباه أصل أنت مش فاهم يا بابا، ده محمد زميلي بيفهم في كل حاجة، ده محمد زميلي قال لي كذا. طبعا أنا محمد زميله ده اللي عنده 12 سنة هيبقى عارف أكتر من كذا، ويقعد يجادل ان صاحبه قال له حاجة. تأثير الاصدقاء على اولادنا في الفتحة دي بيزيد قوي، وبيبقى مؤثر قوي، وبتبقى ملاحظ قوي. وخد بالك ان ده من الامور الطبيعية اللي بتمر على الاولاد في المرحلة السنية دي، وبيبقوا ملتصقين باصدقائهم اكتر. بس خد بالك، التصاقهم بيبقى سلبي، اما علاقتنا بيهم بتبقى وحشة. اعرف بنوتة في سن مراهقة عندها 14 سنة او 15 سنة متعلقة بصديقتها جدا اكتر من تعلقها بامها، وبتاخد موقف من امها وما بتحكي لهاش اي حاجة، لكن ممكن تحكي لصديقتها كل حاجة. العيب والقصور بيبقى فين؟ دايما بنقول في الاولاد، لا، في الام اللي صدرها مش رحب، مش بتسمع اولادها، بتطلق احكام ما بتنتظرش للاخر،
بتفكر في العقاب قبل ما تفكر ازاي تحل المشكلة. عشان كده لازم نلاحظ التغير ده. اما الاقي اولادي بيبقى تأثير اصدقائهم عليهم عالي ده طبيعي، اما الاقيهم بينجرفوا ورا اصدقائهم باخطاء انا معرفهاش، راجع علاقتك بابنك هتلاقيها مش جيدة 100%، وهتلاقي نظامك في بعض اوقات مش قائم على ثواب وعقاب سليم او نظام مقايضة سليم. بمعنى انا مش عاوز اتوهكم بس يعني مهمة اول منطقة دي، اما ابني يعرف مجموعة من الاصدقاء ويبتدي يتأخر برا البيت، في الاول كانت الساعة 7 بقت 8 بقت 9 بقت 10 بقت 11 بقت 12 دلوقتي ممكن للساعة 2 الصبح، انا تصرفي بيبقى عامل ازاي؟ ودي نقطة مهمة قوي وركزوا قوي في اللي هقوله. عادة اولادنا في السن ده لهم مطالب، انهم يخرجوا، انهم يتفسحوا، ان يبقى عندهم مصروف، ان يبقى لهم بعض الخصوصية، انهم يبقى لهم بعض الحريات، لهم مطالب. ذكائي كأب وذكائي كأم ان نعمل مقايضة، وذكائي ان تبقى المقايضة فيها لون من الوان الانضباط. بمعنى ام من الامهات في منتهى الذكاء ابنها بدأ يتعرف على مجموعة من الأصدقاء، بدأ يتأخر، قالت له أنا ما عنديش مانع إنك تتأخر، لكن عندي مانع إنك لو ما صليتش صلاة العشاء حاضر في المسجد وصلاة الفجر حاضر في المسجد. اليوم اللي مش هتصلي فيه الفجر حاضر في المسجد لمدة أسبوع ما فيش خروج مع أصدقائك. بدأ الولد يعمل النظام، فوجد انه لازم يرجع بدري شوية عن المعدل الطبيعي عشان يلحق صلاة الفجر، عشان اصل والدته ووالده متفقين مع اتفاقية انه لو اتأخر وما صلاش فجر يبقى وما صحيش يبقى هتبقى مشكلة. تصوروا النتيجة كانت المحصلة النهائية، وربنا يكرم الام دي، انه بدأ ينتظم على صلاة الفجر وصلاة العشاء، اتلم على مجموعة من الشباب في المسجد، انصلح حاله انصلاح شديد، ما بقاش متعلق بأصدقائه الموجودين، الدنيا اتصلحت. سيبوا من النقطة دي، ولد عاوز يتأخر وماله، ما عندناش مانع اتأخر، بس المقابل ايه بيني وبينكم؟ المقابل ممكن يكون الولد ده بيسيء التعامل مع والدته، صوته بيعلى، بيقول ألفاظ، بيعامل أخته وحش، بيناكش أخوه، بيناكف أخوه الكبير، مش منضبط في مذاكرته، مش منضبط في أخلاقياته، مش منضبط في الصلاة. أوكي ماشي، عاوز تتأخر ممكن نسمح لك ببعض التأخير، لكن انتظم في الصلاة، لو ما انتظمتش يبقى مفيش تأخير، لو ما تحسنتش علاقتك بأختك يبقى مفيش تأخير، يبقى محتاج تقعد في البيت فترة تحسن علاقتك مع أختك. عاوز تتأخر ما عندناش مانع، بس حسن نظام مذاكرتك. عاوز تخرج مع أصدقائك الخروجة الفلانية وماله، بس أخلاقك ما تسوقش وألفاظك ما تسوقش. نظام مقايضة بس بذكاء. أنا عاوز أجيب حذاء جديد وماله، لازم أفكر الحذاء له تمن وأنا كأب بتعب في تمنه، ومؤكد لازم ابني يتعب ويقدر التعب بتاعي، يبقى لازم اكون في مقابل للحذاء. حتى القميص اللي بيلبسه، حتى التيشيرت اللي بيلبسه، حتى البلطلون اللي بيجيبه، حتى النظارة اللي بيشتريها، كل ده لابد ان يكون هناك نظام مقايضة موجود. ودي مش مقايضة مادية، دي بنسميها قدرتنا على ان احنا نحسس اولادنا في السن ده اللي بنقول عليه مستهتر ومش مقدر مجهودنا قد ايه لازم يتعب عشان يحصل على الاشياء. ومن اجمل ما يمكن اسر بتقول لاولادها عاوزين مصروف اشتغلوا. ناس كتير تنعر الكدابة، ابني انا يشتغل في الصيف ليه؟ احنا محتاجين، يعني من اجمل
ما رأيت في 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 مشوار حياتي أحد أكبر يعني رجال الصناعة في مصر. يعني كان بيجيب ابنه وهو في إعدادي ويبتدي يمسح المكن بتاع المصنع، وكنت يوميها أقول له يعني أنت بتعمل كده ليه؟ عشان مش هيعرف قيمة المصنع ده، وما يعرفش قيمة الوضع ده ساعة ما يتعين في رئاسة الإدارة إلا لما يتعب. قلت له من السهل إنك تديله مصروف، قال لي لازم يعرف قيمة القرش وقيمة الحاجة اللي بنديها. في أمهات وأباء يقولك إحنا موجودين عشان نريح أولادنا، إحنا موجودين عشان يطلبوا وإحنا نعمل، إحنا تعبنا كتير في حياتنا مش عاوزين أولادنا يتعبوا. طيب يا سيدي، في كتير من الأحيان بتشتكي إنك أنت ابنك مش مقدر مجهودك. أم تيجي تقول لابنها إحنا عملنا لك كتير، الابن يرد الطبيعي إنك تعمل لنا ده، مش جديد، كل الأمهات بتعمل كده. أم ممكن تتفطر وتعيط وتدمع قدام ابنها وتقول له بالله عليك، أقسم لك بالله، صلح من سلوكك ولا في أي تأثير للدمعتين اللي بتنزل من الأم ولا للكلام بتاع الأم. عارفين ليه؟ لأن احنا ما علمناهمش إنهم يعتمدوا على نفسهم في الحصول على الأشياء. أعرف أب كان يقول يوم الأجازة انتوا أيام الدراسة ما ترتبوش حاجة لأنكم تعبانين، لكن يوم الأجازة الأولاد من الصبح بيرتبوا في البيت وبينسقوه عشان اللي حينظم ويرتب حينزل معايا يتفسح النهاردة، خلص في معاده حيفوتوا نزولوا معايا. بعض الأوقات ناس تقولك انت بتتكلم على هواك، انت بتكلم كلام وكأن الموضوع سهل. عشان كده بقول لكم ابتدوا من البداية، من السن الصغير، من سن 6 سنوات، في نظام المقايضات ونظام تحمل المسؤولية ونظام دفع الثمن لكل شيء نقدمه لأولادنا. في بعض أوقات محادثة تمت بين أب وأم وابن، الابن مستهتر جداً ومش عاوز يعمل حاجة، وشايف ان بابا وماما عليهم انهم يقدموا له كل شيء وهو ما عليهوش اي حاجة. يوم ما بيذاكر بيقول بذاكر لكم، يوم ما بيوضب الأوضة بيقول وضبت لكم، يوم ما بيعمل حاجة عملت لكم. الأب بذكاء كده قال له تعالى محمد، لو انا جيت في يوم قلت لكم انا مش عاوز اشتغل ومش هصرف على البيت وزهقت وحسافر وتصرفوا، في عينك هبقى أب مثالي وأب قايم بدوره؟ الولد قال له لا طبعا، احنا هنعيش ازاي؟ ماما قالت له طب يا حبيبي، لو انا جيت وقلت لكم هاي انا رايح النادي اقعد مع صحباتي هتغدى وترجعوا البيت ما تلاقوش لأكل ولا شرب ولا هدمة نظيفة ولا حاجة مترتبة ولا أي شيء، ويوم ما ارجع لكم آخر اليوم انت كنت فين يا ماما؟ الحاجة مش متوضبة؟ أقول لكم كنت مع أصدقائي وأصحابي. الولد فعلا بدأ يفكر، آه صحيح، ما أنا لازم يبقى لي وظيفة، آه أنت ليك وظيفة ولازم نقعد مع أولادنا ونعمل لهم الورقة دي. الورقة دي عبارة عن محاكم للصلاة وأدها. كأن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري. Hey, 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 hey
الورقة دي، الورقة دي عبارة عن محمد اهو في الوسط، ويطلع من محمد الوظائف اللي بيقوم بيها محمد. محمد طالب وابن واخ وعابد وصديق وواصل رحمه ورياضي، كل الحاجات دي لازم تأديها وبنسب. ما ينفعش تبقى صديق من غير ما تبقى رياضي، من غير ما تبقى ابن، من غير ما تبقى بتذاكر كويس. وابتدي أرتب حياة ابني من البداية، من بدري. الحقوا أولادكم في سن 12، الحقوهم قبل سن 12، وابتدي رتبوا معاهم واعملوا لهم جداول والزموهم كده، أسهل من السن اللي بيبقى عند 19 وكل أم تقول لي مش قادرين نتحكم فيهم، دول بيفتحوا الباب ويخرجوا من غير استئذان. وبالتالي مطلوب قوي ان انا اخد بالي من المفاهيم الجميلة دي ونبتدي نرتبها مع اولادنا. لازم نشعرهم مع التغيرات اللي بتحصل لهم دي كلها ان عليهم مسؤولية تجاه اولاد، تجاه باباهم، تجاه مامتهم. انا بأفجع اما الاقي ام سخنة قايمة دايخة عندها برد، ركابها بتوجعها عشان تحضر الاكل للمحاريس، بترتب البيت لاولادها. طب ارتاحي وسيبيهم يقدمولك زي ما قدمتي، ولانها ما عودتهمش ولا هم هنا، الاكل فين ولا هم حاسين. انا بكلمكم كأب وبكلمك كأم، من اصعب الاحاسيس انك تتعبي او نتعب. ولادنا ما يحسوش قد ايه احنا بنتعب. الواحد فينا ممكن يصحى لاتنين الصبح وتلاتة الصبح واربعة الصبح، وممكن يصحى بدري من الساعة 7 ويوصل الليل بالنهار، وممكن يتعرض في شغله لإهانات ومشاكل وضغوط، وممكن يتعرض لحاجات كتير قوي. صعب قوي ان ابني ما يشاركنيش ده، صعب قوي ان ابني ما يحسش باللي بقدمه. انكار الذات شيء حلو، لكن ابني لازم يعرف قد ايه انا بعزه، عشان كده بتعب عشانه، وعشان كده لازم تتعب عشاننا، عشان نعرف معزتنا عندك. لازم المفاهيم دي تخش. مفيش عطاء بلا حدود، مفيش حاجة اسمها ندي وبس من غير مقابل. السن ده محتاج قيود، وقيود كتيرة عشان تقدر تضبط السلوك. المحاضرات لا تجدي في السن ده، المحاضرات لا تجدي في السن ده، التوجيه المباشر لا يجدي في السن ده، لكن المقايضات تجدي في هذا السن، المقابل يجدي في هذا السن، خد وهات تجدي في هذا السن. وفكركم بأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وجعلهم معرفة أساسية عندنا. اللي هيعمل خير هيتحط في ميزان حسناته يقرب من الجنة، واللي هيعمل شر وما يتراجعش فيه هيتحط في ميزان سيئاته ويقرب من النار. عاوز تخش الجنة اتعب، عاوز تخش النار اتعب بس في سكة تانية. عاوز تحمي نفسك من النار يبقى لازم تتعب وتمشي في سكة الجنة. أولادنا لازم يتغرس في نفوسهم إنهم لازم يتعبوا عشان يحصلوا على اللي بنعمله من أجمل ما يمكن. صورة الفلاح أما بياخد أولاده يعزقوا في الأرض ويتعبوا، بعد ما يرجع من المدرسة يشارك والده في تعبه ويرجع يذاكر عشان يحس بالمسؤولية. عشان كده من أجمل المناظر منظر الولد اللي كان بيمسح المكنة ووالده مدير عام الشركة كلها، منظر يفرح. عشان كده هو النهاردة بيتقلد منصب نائب المدير العام بعد ما اتخرج، وهو قادر يشيل المسؤولية. إن أولادنا يشتغلوا وماله ليه لأ، يتحملوا مسؤولية بدل الوقت اللي بيتهدر، بدل منظومة الوقت اللي بيتهدر، بدل منظومة الوقت اللي بيضيع، سواء كان في الشات، سواء على الكمبيوتر، سواء كان في كذا، سواء كان في كذا. نصحى للمتغيرات اللي بتحصل في فترة المراهقة.
ألخص الكلام اللي أنا قلته لأن تهنا كتير. نمرة واحد، ذكاء أولادنا بيزداد في المرحلة دي، وممكن يستخدموها في أنهم يخبوا عنا الأشياء الكتيرة اللي بيعملوها. النقطة التانية، أن أصدقائهم بيبقى لهم تأثير قوي، والتأثير ده هيجي نتيجة طبيعية لمرحلة سنية، لكن عشان تأثير أصدقائهم يقل لازم علاقتي بأولادي تبقى كويسة. النقطة التالتة، أولادي بيبقى لهم متطلبات بتزيد باستمرار، عشان كده لازم يبقى فيه نظام مقايضات، ونظام عاوز كذا يبقى لازم تعمل كذا، عاوزنا نتعب في شغلنا ونوفر لك كذا يبقى لازم انت كمان تتعب في كذا. مفيش حاجة أمره مسلم بيه، مفيش حاجة اسمها هو كده وإذا كان عاجب. النقطة الرابعة، نشفان الدماغ. النقطة الرابعة، نشفان الدماغ، وكتير من الأمهات تقول لك ده دماغه نشفة، ده عنيد. على فكرة العند ده سمة حلوة لو في الخير، لكن لو في الشر بتبقى صعب قوي. أفتكر كده وأنا بختم حلقتي قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان له أم بيعشقها، اشتهر بين العرب حب سيدنا سعد لوالدته. والدته أول ما عرفت إن سعد صدق يعني أسلم، يعني اتجه إلى الدين الجديد، اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالت لازم أأثر على قرار ابني. فقالت والله ما أطعم، مش هاكل ولا أشرب ولا أستظل بظل ولا أرجل شعري، يعني لا هسرح شعري ولا هقعد في ظل وهقعد في الشمس المحرقة تجي لي ضربة شمس، ومش هاكل ومش هشرب. سيدنا سعد تعب قوي واتضايق قوي وبدأ يبقى مضغوط وزعلان، بيحب والدته لكن مؤمن بفكرته. ويا سلام لو أولادنا يبقى مؤمنين بالأفكار الجميلة دي. على فكرة في أولاد كتير قوي بيبقى مؤمنين بأفكار جميلة جدا. يعني أفتكر إن في شاب كان مؤمن جدا لازم ينزل يصلي في المسجد، حاضر، ووالده كان بيقف له، والدته كان بتقول له خايفين عليك، اللي بيصلوا في المسجد ده ممكن يحصل لهم حاجات كتيرة، وهو راسه ألف سيف، لازم أصلي يعني لازم أصلي، ولازم أنزل يعني لازم أنزل، تصميم في اتجاه حلو. سيدنا سعد بعد ما حسم القضية وانتهت القضية راح لوالدته وقال لها اطعمي او لا تطعمي، اشربي او لا تشربي، استظلي او لا تستظلي، يعني رجلي شعرك او لا ترجلي شعري، فلن اعود عن دين محمد. طبيعة سن بيبقى عند، بس لو كان في الخير هيبقى افضل. عشان كده بنقول ان اولادنا بيبقى عندة شوية في صدقاتهم، في افكارهم، في كلامهم، في اسلوبهم، وافضل وسيلة الحوار. أفضل وسيلة مش الأوامر، أفضل وسيلة المقايضات، إن إحنا نوصل لحل وسط. عاوز تسهر للساعة 2 أنا عاوزك أجيبك الساعة 10 ممكن للساعة 12، بس بشرط ما ترجعليش بأخلاق مش كويسة، أو تشرب لي سجارة، أو تتعرف على بنت، أو إنك أنت تعمل حاجة مش كويسة، أو نلاقي إن مستواك الدراسي بيقل، وهكذا. لسه في متغيرات كتيرة جدا في فترة المراهقة، لكن الأهم إن إحنا لازم يكون عندنا معرفة إن السن ده سن محتاج مجهود من كل أب ومن كل أم. سن بيقول عليه سيدنا علي ابن أبي طالب قلب الحدث كالأرض الطيبة إذا ألقيت البذر تنل الحصاد. والحدث من سن 12 لسن 19. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.